دورة تدريبية لإعداد المقيمين ومكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. المعيار الرئيسي آداب السعال. أولاً، تتوفر المناديل الورقية وحاويات القمامة للتخلص من المناديل المستعملة في الأماكن المخصصة لذلك. يكون تقييم هذا المعيار عن طريق المراقبة من خلال الزيارة. نتحقق إذا كان عدد حاويات القمامة كافية وفقا لكمية النفايات المتولدة في الوحدة المعينة. كما نتحقق من توفر المستلزمات الكافية. ننتقل إلى المعيار الثاني، توفر لوحات إرشادية سهلة الفهم عن ضرورة وأهمية ممارسات تغطية الفم والأنف في البناديل الورقية أو أعلى الذراع، حرصا على عدم نقل العدوى للآخرين. طبعا يكون مراقبة هذا المعيار عن طريق المراقبة، نشوف اللوحات الإرشادية توفرها في جميع أماكن الزوار، توفرها في جميع أماكن الممارسين الصحيين، كمان توفرها في جميع أماكن النزلاء. المعيار الثالث والأخير، يمارس العاملين الصحيين آداب السعال والعطاس بصورة صحيحة. طبعا نتأكد من هذا المعيار عن طريق النظر وعن طريق سؤال الممارسين. بالنسبة للمراقبة من خلال الزيارة نوجد، أما سؤال الممارسين التحقق من ذلك بسؤال أكثر من شخص عن الطريقة الصحيحة لآداب السعال. يعطيكم العافية وأشكر الجميع.